بلدية مجرى وكعادتها متميزة بمبادراتها القوية والفريدة، حيث تمكنت الجمعية الولائية الشريف لحماية الطفولة والشباب مكتب مجرى وبمساهمة المحسنين من مواطنين وتجار ورجال أعمال بتوفير 1000 قفة سميت بقفة الأزمة، مكونة من المواد الغذائية الأساسية ومواد تنظيف، برمج توزيعها على المحتاجين خصوصا في القرى والمداشر المعزولة التي لا تصلها الإمدادات في هذه الكربة. قامت جمعية الشريف بالتنسيق مع مساهمين من بلدية مجرى، رجال أعمال مجرى، بجمع ما يقارب 1000 قفة. بعبارة أخرى هي قفة أزمة لصالح المعوزين، وخاصة في الظرف الذي تعاني منه المنطقة من ندرة في المواد الغذائية. طمئن يعني المواطن الكريم أن كل هذه الشركات وهذه المؤسسات يعني أبدوا نيتهم في مواصلة هذا التضامن وهذا الإحسان إلى أن إن شاء الله يتعافى أو يخرج من عندنا هذا الوباء. ممثل الأحياء والقرى كانوا حاضرين في مخزن الجمعية لاستلام حصصهم من المساعدات من أجل تسليمها إلى مستحقيها، وفرحوا كثيرا بهذه الهبة الجميلة في هذا الوقت العصيب. الحمد لله يعني سجلنا المواطنين اللي كنا نبغيه وأكثر، لأنه كان عندنا عدد محدد معين كذا، وزدنا العدد فوق العدد اللي كنا نبغيه. الحمد لله يا رب العالمين بفضل رجال الخير ورجال الأعمال والتجار في هذه البلدية، يعطيهم الصحة. الجمعيات الخيرية والإنسانية تنشط بما استطاعت للمشاركة في هذه الهبة التضامنية لمساعدة المحتاجين، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي الذي يحتاج تحركا فعليا ومفيدا.